السلام عليكم خوتي. مرة أخرى اليوم عندنا مشكلة على الامبرياج. عندنا دي ستيب واي أونسيان 2012 1.4، عنده لابوا تاعو الكبيرة تاعو كيما تاع اللي تجي في 1.6، ميم ميكانيزم تاعو كيما تاع الكليو 3 اللي يجي في 1.6. المشكل أنه الميكانيزم مازال مليح، مازال قادر يمشي. هو تفاصيل رايحين نبدلوه باسكو الحلة تاعها مش سهلة. مشكل عنده لابيتي سي بتل الزيت. أيوة حطيتها طيشت له الزيت. شوفوا الاسباس اللي هنايا لتحت ضيقة، ما تتبدلش سهلة. سيرتو كي تركب لابيتي بعد ما الميكانيزم شوية واعر به يركب الميكانيزم، سيرتو به يتسنطر واعر. فاصون بدنا واحد يجي يقول لك او ديريكتومون ميكانيزم يبدل ميكانيزم وهو خاطي، يطيح في ناس اللي ما يعرفوش. كيما كانت عندي اطاسوسي جاني قال لي تكليكي، قال لي ميكانيزم بدل لي ميكانيزم. قد هو يعيط كي قلت له جابها بدلت له ميكانيزم. هاو مازال ما تفاصلوش حتى لي ليني تاعو، قاعد كيما تاع ستيب واي مازال يعني يزيد يمشي شويه. هذه هي يعني مش اي حاجه، قدر الطوموبيل تكليكي من الماء ناقصه لا تنقص، تكليكي من الزيت لا ما دارش الفيدونج في وقته ولا الزيت مش مليح، تكليكي اذا كان عاد الموتور عيان، تكليكي تعود لاشين ديكاليا. تتعدد الاسباب وعلاه ديما ساعات واحد يكومونتي لي ولا يسالني على حاجه ما نجمش نجاوبه باسكو تتعدد الاسباب. كما هذا تاع البولو اللي بدلته ديك النهار، عنده واحد الكاتجور وعملت فيديو عليه كيف عنده من الطوموبيل. قلت لكم تعمل حس، شافوا زوز ولا ثلاثه من الناس اللي قالوا لهم ميكانيزم هما غير باه يبدلوا لهم الميكانيزم برك. بون كي جابوا لي قالوا لي بدلنا الميكانيزم، بدلت انا الميكانيزم بصح من النهار الاول اللي شفت الطوموبيل قلت لهم الحكايه راهو الحس في لابواط شويه. اي صح كانت لومبريا شويه الجيربيتي شايحه والجيربيتي تاعها هاي كيف تتنحى تهبط تطلع وتدور دورها حتى يجيو ليني هادو بنجريسي وهاو يجي معها لا غراس تاعها دوريجين. ها هي عندها دو ليفر هادوما يخشوا ومن بعد يخشوا لهنا في وين لابيتي ومن بعد يدوروا به فريني وندورها تطيح هي في لي بولون تاعها. هي تركب بدو بولون هنا بالإطوال هذا وهذا تركب في لابواط. مام البلاطو مازال شوية مليح تاع البولو. بدا واحد يعني يخسروه الناس كيما هكا يبطل ربي. هذا نقول باسكو اني حليتها تاع الستيب واي تسمى راح يتبدل الميكانيزم. هاو جبت لنا ميكانيزم في الفاليو هاو الميكانيزم تاعها يجي في الفاليو طبيتي لامام شوز الفاليو. هاي تجي لوغان طويلة تجي للكليو دو تروا هاي لا ريفيرونس تاع لابيتي وهاي لا ريفيرونس تاع البلاطو تاع الميكانيزم اللي يعود كبير تاع البلاطو. هاو يجي في الديستير قلت لكم لوغان طويلة ميغان يجي قدام الطوموبيل يعني اللي عندها لابيتي بالزيت. وما يجيش في الديستير بنكونوا متفاهمين. تاع الدستر اللي نشفي عليه بالي مش كيما هذه لابيتي اللي بدلت عليها، عندي ديجا عليها فيديو. هاي لابيتي نزلت صاشية ما حليناهاش، هاي كيما تاع تاعها بعد تاعها نحلها. هاي لابيتي كيفها خارجة كاملة وهذه ولات تخش كاملة كيفها في كل شيء تاع حسير
ولات ما طومبريش خلاص هذه تسمى لا كورس هذه كامله راهي تقعد لي فيتاس راه ما يعديوش كي تقعد نايضه. هاي لا فيتي جديده كيفها في كل شيء. حتى الانتريير هادي باسكو بالسير كليبس هذا هو. اليوم عملت لكم فيديو على هذه برك بور انفورماسيون اللي بلي مش كل حاجه راهو الميكانيزم يا خوتي فاصون. هذا سير لابيدي سي بون اجي تي هذيك ركبوا هذه جديده سي تان ستي بوي كيما قلت لكم. ربي ان شاء الله وباذن الله نتلاقاو بركم في فيديوهات اخرين ومعلومات اخرى وتجي معاها لاكراس تاعها ها هيك في الواحد او نديرو لها لاكراس لهنا باه تجي لي هي دي جاي بالزيت بصح نديرو لها احنا لاكراس لهنايا باه تجي سوبر اكثر واكثر. نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرين وما تنساوناش بلي جام وطابونيو في لاباج. هادي فيها وسي جي بي ال وعندو فيت تاع ما بون كيما قال لي شوف لي فيت تاع ما مولاه وسي عيطوا لي في التليفون قال لك شوف فيت تاع ما عندو كي قاعد نحل شفتهم ديجا داروا لها الدواء الاحمر ها الفويت تاع الماء وين هي. ننصحكم ما ديرو تعملوش الدواء الاحمر في السيركوي تاع الماء راهو ما يتنحاش الدواء الاحمر ما ديروش. وهو كي ركبوا الجي بي ال لافي تاع الماء عنده لهنا في ليكولي هادوما بون هذه تاع البلاستيك نخافوا شويه نمسوها لا تتكسر باسكو ما تتباعش هذه وحدها لازم عند جماعه تاع الجي بي ال. تيو فيريفيتو لقيت عنده نمسو من فوق لتحت عندنا الماء شغل اني نحيته ما نجمش نعمل فيديو بالك من هنا ادبيا كنا نشوفوا تيو من تحت عندنا لتراس تاع الماء لكنه قاعد يبان لتما باسكو جاي داير ها وحتى للطندور ما من هنا ما كانش بصح من هي كاين باسكو علاه يهود منا ويوصل لتحت يولي يقطر فوق لابواط. هذا درك من بعد نشوفوا كيف نعمل له المشكل تاع الماء باذن الله. الرجل هولو هذا هو هاي الماء ناقصه بعد بريفيت الماء ناقصه من بعد كي نكمل راح نزيد لها الماء ونزيد لها وسي الزيت تاع الفران الزيت تاع الفران او سير نقصلو ما نعرف كيفاه ما قاليش شعلت له لامبوله بالك ما تشعلوش لامبوله تاع الزيت قعدت له في لاكيف لا ناف باسكو تاع راح تاع لامبرياج وي ما تشعلوش لامبوله باسكو لومبرياج يجي اعلى من تاع المتر سيلندر هذيك ما شعلتلوش لامبولا فاصون. بعد راح نزيد له الزيت كي نكملو الزيت عندي القرعه هنا الزيت تاعها دو تروا ها هو توجور الزيت تاع الفران نلقاوها مكتوبه في البوشون اي طوموبيل نلقاوها مكتوبه في البوشون ها هي دو تروا هاكم تشوفوا فيها. هاي عندي القرعة لهنا هاي 55 هو الدوت 3 بعد وكاين 55 بليس هو الدوت 4 درك راح نركبها بإذن الله ونقفلها ونعد لكم بربي إن شاء الله كيفاه ناضت وكيفاه لومبرياج مليح بإذن الله لكن كفانا الوقت. والسلام عليكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين وكما قلت لكم ما تنساوناش بلي جام بلي كومونتير بالدعوه تاعكم بالطابونيو في لاباج. وهذا اللي كان فيها عنده سته تاع لي رسول وهذا عنده غير ربعه برك هذا خير من هذاك باسكو لي روسول دوبلي وخشان الروسول هذا الميكانيزم هذا دوبلي وخشين
خير من اللي كان فيها القديم. بعد فصام ما نجمش نشعل كونتاكت نسيت قداه ماشيه بدلوه قبل ولا ما بدلوش يعلم ربي ما نعلمش. كما قلت لكم كملت ركبت كل شيء ما بقى لها حتى شيء. دركا راح نجرب الطوموبيل الموضوع برجيت الزيت تاع الامبرياج كل شيء هاي نايضة بريمير دوزيام تروزيام كاتريام وهاي مرشرية وهو كي نهز رجلي على المرشرية هاي تتحرك هاي عدت وهلا بريمير كاليتها هذا هو باسكو برجلي لا دروات قاعد نمبري وهاي بلاصة الشلفاوي ليه وهاي مارشاريير لا كراكمو لا حتى شيء. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديوهات الاخرين ما تنساوناش بدعواتكم واللايك والابونمون ان شاء الله وبارك الله فيكم والسلام عليكم.